بالنسبه لاسئله الامتحان الكارديك سايكل والهارت ساوندز والجزء ده، اهم سؤال في الكارديك سايكل هو اشرح الفيزز او التغيرات اللي هتحصل في الايزوفوليومتريك كونتراكشن فيز او ايزوفوليومتريك ريلاكسيشن فيز. اي فيز قدامك في الكارديك سايكل لازم هتجاوب في 7 نقط رئيسيه: اتريال بريشر، ايه اللي بيحصل؟ فنتريكل فوليوم، فنتريكل بريشر، اورتيك بريشر، هارت ساوندز، الفالفز مين بيقفل او لا، والاي سي جي. ال7 نقط دول هما اللي بيحددوا اجابه السؤال. في سنه من السنين اتسال سؤال ليست ذا فنتريكولار سيستوليك فيزز. كلمه ليست معناها اسامي من غير شرح. المراحل اللي فيها فنتريكل سيستول هما 3: 1 ايزوفوليومتريك كونتراكشن فيز، 2 هو ماكسيمم ايجكشن، 3 هو ريديوسد ايجكشن. السؤال اللي دايما بيجي كل سنه في الكاردياك سايكل: ارسم البريشر فوليوم لوب اوف ذا كاردياك سايكل واشرحه. واضح من خلال الرسمه ان هنا الاكسس ده بيمثل الفنتريكل فوليوم والواي اكسس بيمثل البريشر بتاعك. هتقول دي النقطه ايه؟ بي، ادي سي، دي، ادي اي، وادي اف. من النقطة A للنقطة B دي بتمثل الـ Rapid Filling Phase، من B لـ C الـ Slow Filling والـ Atrial Systole، من C لـ D هتلاقوا الـ Volume هنا Constant، ده الـ Isovolumetric Contraction Phase، من D لـ E هو الـ Maximum Ejection، من E لـ F هو الـ Reduced Ejection والـ Proto Diastolic Phase. من F ل A هتلاقوا ان الفوليوم عندنا كونستنت لكن البريشر هو اللي عمال بيقل، يبقى ده الايزو فوليومتريك ريلاكسيشن فيز. مهم جدا في الرسمه دي تحط لي ان عندي ايه اعلى رقم 120 مليمتر مركي، وعندي C تحط لي اعلى فوليوم الهارت بياخده في السايكل الواحده 130 مللي. يبقى في السؤال ده هترسم الرسمة وتحتها تكتب كل خط بيمثل ايه، ومش بس كده لازم كمان تقول لي عند سي مايترال فال كلوجر، عند ايه هو المايترال فال اوبننج، عند دي هو الاورتيك فال اوبننج، عند اف هو الاورتيك فال كلوجر، وفي النهايه بتكتب السيجنيفيكانس على الرسم. بالرغم انه مش قايل سيجنيفيكانس لكن لازم تحطها في الاجابه. اهميه البريشر فوليوم لوب ده ايه؟ ايه هو الستروك فوليوم؟ يعني ايه اند دايستوليك؟ يعني ايه ستروك ورك؟ وطلبه كتيره بتسال السؤال ده. المجهود اللي الهارت بيعمله عشان يضخ الدم يساوي ستروك فوليوم في دقيقة في البيت الواحدة بضخ 70 مللي تايمز المين ارتيريال بريشر. السؤال الثاني اللي ليه علاقة بالرسمة في الكاردياك سايكل: ارسم الجاجيولار فينس بريشر كيرف. جاجيولار فينس بريشر هو اندكس للرايت اتريال بريشر. كلكم عارفين من الاناتومي ان الرايت اتريوم بيصب في الدم الفينا كيفا، واللي بيصب الدم في الفينا كيفا هو الجاجيولار فينا. فضلكم ترسموا الرسمه دي، لازم تترسم ايه ويف تمثل ايه؟ اتريال كونتراكشن اثناء اتريال سيستول، السي ويف تمثل فنتريكل كونتراكشن اثناء الايزوفوليومتريك كونتراكشن فيز، الاكس ويف تمثل الرابيد ديسنت اوف الاي في فالز، الفي ويف تمثل زياده الفينس ريتيرن علشان الاتريال بريشر يزيد في البريشر ويجهز نفسه انه ينزل الدم من الفنتريكل، الواي ويف حصلت لما ضغط الرايت اتريوم قل اثناء الرابيد
filling والflow filling phases. يبقى انا رسمت الرسمة وتحت الرسمة كتبت كل ويف تمثل ايه لغاية كده اجابتك ناقصة. لازم تشرح حاجة اسمها significance. امتى الاي ويف تختفي وامتى الاي ويف بتعرف السي ويف امتى بتبقى الكانون سي. ايه علاقة الاي سي انترفل هو الاي في كوندكشن وامتى الاي سي انترفل مش موجودة في حالة الثيرد ديجري هارد لوك.